بعد عدم تمكنها من تحقيق مخرجات للأزمة، الأطراف السياسية تعول مجددا على النواب المستقلين لحل الأزمة السياسية التي تخيم على المشهد السياسي. توقعات بتأخر إقرار الموازنة العامة حتى نهاية السنة الحالية، وسط تساؤلات عن تأثير هذا التأخير على الوضع الاقتصادي للبلاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. على صفيح ساخن ينتظر الشارع العراقي مخرجات للأزمة السياسية اللي طال انتظارها في ظل تزمت بعض الأطراف السياسية بآرائها في تهميش الأطراف الأخرى، رغم ما قدمته من حراك في سجل العملية السياسية، حيث أن نسف جسور التفاهمات جعلت العملية السياسية معلقة عند سقف زمني قصير قد يصعب فيه البحث عن مخرجات تخرج المشهد السياسي من مأزق قد تتصاعد فيه شرارة الغضب الجماهيري اللي كان حتى وقت قريب يرى من المبادرات السياسية طريقا نحو الخروج من الأزمة. لكن سرعان ما بدأ العد التنازلي يفقد الشارع العراقي أمله بخروج العملية السياسية من ذلك النفق المظلم للمشهد السياسي، حتى ينذر ذلك بتفاقم حالة الانسداد السياسي، خصوصا بعد ما أنهى السيد الصدر ملف المشاورات والتفاهمات مع الأطراف السياسية داخل الإطار الشيعي. في ملفنا الثاني راح نتحدث عن تأخر إقرار الموازنة الاتحادية اللي كان السبب بعدم تشكيل حكومة تتمكن من إيجاد صيغة لما يشرع من قوانين متعلقة بكيفية تهيئة الموازنة المالية للبلاد، فإن ذلك كان قد أثار المخاوف من حالة الركود في الأسواق اللي بانت بداياته جلية بعد ارتفاع الأسعار، وهذا ما يثقل كاهل العوائل العراقية اللي تعيش اليوم واقع اقتصادي متردي قد يزيد من حدته تأخر إقرار الموازنة العامة اللي من المفترض أن يكون موعد المضي بها قبل عدة أشهر من الآن. لذا فإن الذهاب نحو استنزاف القدرة الشرائية دون بدائل توازن بين مفهوم الإيرادات والنفقات سنويا راح يقود إلى حالة من الكساد بعد هذا التأخير الكبير بإقرار الموازنة الاتحادية. إذن مشاهدين بحصادنا لهذا اليوم راح نناقش كل هاي التداعيات مع ضيوفنا الكرام، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. عقبة كبيرة تواجهها العملية السياسية اللي ضاقت سبل حلحلة أزمتها المتمثلة بتأخير تشكيل الحكومة، وعلى عكس ما كان متوقع بعد أن خيمت الخلافات الحادة على المشهد، المتابعين للشأن السياسي يشوفون أنه الخلافات والصراعات تتطلب حلحلتها التخلي عن المغانم الشخصية والمكتسبات الحزبية والعودة مجددا إلى المستقلين من النواب الجدد، عليهم يعني علهم يخرجوا بما يسهم بالخروج من الأزمة الراهنة. إذن مشاهدينا في أولى ملفات حصادنا لهذه الليلة راح نطرح هذا الموضوع على طاولة النقاش ونناقش تطوراته، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزملاء في غرفة الحصاد. من جديد تعود العملية السياسية إلى مفترق طرق يجعل الخصماء السياسيين في مسار ينتهي عند رمي الكرة بملعب المستقلين الذين يصفهم المراقبون للشأن السياسي ببيضة القبان التي لم تحقق حتى الآن مخرجا للأزمة السياسية التي اشتد الاحتدام فيها ليبلغ ذروته من الخلافات التي عطلت سير العملية السياسية التي كان من المفترض أن تأتي أكلها بعد طول انتظار كان قد طفح فيه الكيل للشارع العراقي الذي خرج من أجل تغيير المشهد السياسي نحو الصواب، لكن النتائج جاءت على عكس ما كانت تروم تحقيقه الأوساط الجماهيرية، فالغموض يخيم على المشهد والحلول معقدة للغاية والرياح تجري بعكس ما تشتهيه السفن.
فيما يرى المراقبون للشأن السياسي أن غياب الرؤى للأطراف التي تعترض على مشروع الذهاب نحو الحلول التي كانت متيسرة هو من بين أهم الأسباب التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه في ظل التزمت والتعنت الذي يدفع ضريبته الشارع العراقي. وفي الوقت الذي لم يكن فيه إلا الحوار سبيلا للخروج من عمق الأزمة الراهنة، فإن المصادر تؤكد أن باب المبادرات للإطار ما زال مفتوحا، فهناك مبادرة مرتقبة من الممكن أن تقبل عليها قوى الإطار لحلحلة الأزمة بعد أن اشتدت كثيرا على خلفية الخلاف السياسي، وهذا ما يعزز من إمكانية الجلوس على طاولة حوار واحدة مع الأطراف الأخرى التي تعترض على ما كان قد طرحه الإطار الشيعي سابقا. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، بهذا الملف أرحب بضيفي الكريمين السيد النائب صلاح الزيني النائب المستقل، حياك الله أستاذ صلاح ضيفا كريما، وكذلك أرحب بضيفي الكريم الأستاذ ناظم الشبلي عضو اللجنة المالية البرلمانية، حياك الله سيادة النائب. أستاذ ناظم، أبدأ مع حضرتك، يعني كيف تنظر إلى السيناريو المقبل في المشهد السياسي بعد طوال الفترة اللي استغرقتها اختيار رئيس الجمهورية ومن ثم تكليف رئيس الوزراء؟ مساء الخير على حضرتك وعلى جميع المستمعين، والصراحة فرصة طيبة بأنه يصير حوار مشترك بين أخي وزميلي الشيخ نائب صلاح زيني، تحياتي له. المستقلين صراحة يعني هو اللون الجديد اللي صار خلال هاي الانتخابات الجديدة، بادروا كثير مبادرات، مرة معلنة ومرة تجمع ومرة ذهاب للجميع القوى السياسية، لأنه حاملين الصراحة بأنه يحسون بمسؤولية تأخر تشكيل الحكومة وانعكاساتها على المجتمع بصورة مباشرة. أكيد كل تأخير سياسي وكل تأخير تشكيل الحكومة، وحاليا مثل ما تشوف بأنه المحكمة الاتحادية اتجهت مرة تقول بأنه البرلمان ما من حقه يحاسب الحكومة لأن هاي حكومة غير مصوت عليها من قبل هذا البرلمان، ومرة يحدد صلاحيات حكومة يقول هاي حكومة تصريف أعمال. فأعتقد كل هاي الفجوات وعدم انتخاب رئيس جمهورية وعدم تكليف حكومة جديدة إلها دور فعال وسلبي على جميع شرائح المجتمع، منها الأمنية والاقتصادية وكل ملفات الحياة. الصراحة الأخوان المستقلين ويعني أنا من ضمنهم كثير مبادرات صارت، إن شاء الله نتأمل بعد هاي الانسداد اللي السياسي صار وبعد معرفة كل الأطراف بثقلها ووزنها السياسي، نتأمل بأنه تشكيل حكومة بالأمد القريب إن شاء الله. طيب أيضا الآن انضم معي بالصوت والصورة السيد مازن الزيدي الكاتب والصحفي، حياك الله أستاذ مازن ضيفا كريما. وقبل أن أسأل حضرتك أستاذ مازن، خليني أذهب إلى الأستاذ صلاح الزيني. السيد الشبلي أشار إلى اللون الجديد في مجلس النواب هم المستقلون، يعني هسه بين التجاذبات السياسية الثلاثي الإطار التنسيقي الكثير من الانسدادات السياسية حصلت، اليوم المستقلين في مصادر أكدت أنه يأخذون زمام المبادرة وفي التفاوض هنالك معلن وهناك غير المعلن، شنو الشيء غير المعلن سيادة النائب؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لجنابك الكريم ولأخي وعزيزي الشبلي والسيد مازن ضيفك الكريم وجمهوركم الكريم متابعينكم.
طبعا حقيقة احنا انا تكلمت اكثر من مرة وبهواية برامج عديدة بقنوات بانه المستقلين مع الاسف اليوم اللي دا نشوفه انه اتهامات وتشكيك وامور اخرى، ولكن احنا ما نقف عند هاي الامور. احنا بادرنا مبادرات كثيرة ومنذ البداية نشعر بالمسؤولية ونشعر بالخطر، رغم انه اغلب المستقلين هم معلنين انه يكونون بجانب المعارض في ظل الظروف الحالية والتكتلات والقراءة اللي موجودة، ولكن بعد وصول الاطراف السياسية الى الانسداد السياسي وعدم وجود شيء جديد يحرك العملية السياسية، والطرفين يذكرون المستقلين والمبادرة من الإطار ومبادرة من التيار أيضا، يعني شعورنا بالمسؤولية، وأرجع أعيدها أكررها، أنه وإن كان ميول بعض المستقلين إلى الإطار وبعض المستقلين إلى التيار والبعض الآخر ملتزم جانب المعارضة، شعورنا بالمسؤولية خلى هاي الثلاث أطراف تنجمع وتخرج بمبادرة بنقاط، سبع نقاط، ونعتقد أنه هاي السبع نقاط هي الحل الأمثل للعملية السياسية بالعراق، مو حل ترقيعي وإنما هي رسم خارطة طريق جديدة تتناول محاور عديدة. أولا إحنا اليوم مستقلين، طبعا أكيد نطالب بأنه تكون شكل الحكومة المتمثلة برئيس الوزراء يجب أن يكون مستقل وضمن معايير معينة حددناها بالمبادرة، والوزراء كيفية اختيارهم آلية، وضعنا آليات مو أسماء، ورغم الآليات اللي وضعناها قلنا وإن صار هذا قبول إلى من الأطراف اللي موجودة بالعملية السياسية احنا بنفس الوقت مستعدين أنه نكون معارضة، بشرط أنه احنا اليوم هاي الأطراف نقطة الخلاف الجوهرية اللي احنا نعرفها نلمسها أنه يجب أن يكون، بما أنه حكومة أغلبية تختلف طبعا هاي المرحلة عن المراحل السابقة، المرحلة السابقة توافقية الكل تدخل بعملية الحكومة فماكو جانب اسمه معارضة، اليوم حكومة أغلبية لازم أكو معارضة، أغلبية وطنية لازم معارضة وطنية، هاي المعارضة يجب أن تمكن، يعني إحنا كنواب مستقلين الأغلب اللي يريد يكون بجانب المعارضة أو الكل ممكن يكون بجانب المعارضة، يعني المعارضة وين بالإعلام أجي أبعد هنا وأقول هذا خطأ وخطأ، إنما أدوات المعارضة، أدوات المعارضة هي واجهات أم يجب أن سيناريو مرسوم، يعني ما في صدر إحنا على الذهاب للمعارضة في طالبنا بدقة يتساوق منهجكم مع منهج السيد الصدر، طالبنا مطلب أحد فقرات المبادرة أنه يجب تمكين المعارضة، بيش مو هبة انه احنا شكل حكومة اغلبية كائن من اللي يشكلها للحكومة، كيف يكون شكلها، يعني ممكن تتغير هاي التحالفات وتخرج مخرج اخر لحل الانسداد السياسي، احنا نيم هذا الموضوع، يوم انه اليوم حكومة اغلبية يجب ان تكون معارضة، معارضة مو هبة انه انا اعطيك تعال اعطيك اللجان كذا وكذا، لا لا، وانما تعديل بالنظام الداخلي لمجلس النواب تحدد به فيه صلاحيات المعارضة وتحدد صلاحيات من يذهب بموالات لتشكيل حكومة. طيب أستاذ مازن، لما تكون وجهت الحابة حضرتك، لما تكون هنالك نوايا لدى المستقلين الذهاب إلى المعارضة، بالتالي هذا المشروع دعا عليه السيد الصدر لمدة 30 يوم، بالتالي راح يكون أيضا هذا النظام أو نظام جديد، تحدث هناك تفاهمات بين مشروع التيار ومشروع المستقلين في الذهاب إلى المعارضة، وماذا عن تمكين المعارضة اللي تحدث عنه الأستاذ صلاح زين؟ تحية لك أستاذ أحمد ولظروفك ولمشاهديك. أعتقد أنه إحنا نتحدث عن مبادرتين مختلفات، يعني مبادرة الإطار ومبادرة التيار الصدري باتجاه المستقلين. مبادرة الإطار تتضمن بنود واضحة، رؤية واضحة، متوازنة، مرنة وواقعية، تتضمن ضمانات في الحكومة وأيضا ضمانات في المعارضة، وهذا ما لم تتضمنه مبادرة السيد الصدر. فيما يتعلق بمبادرة المستقلين أيضا أطلقت بعد طول انتظار، وكانت يعني تفتقر يعني إلى الكثير من مقومات نجاحها، خصوصا أن هنالك انقسامات واضحة وكبيرة بين أوساط المستقلين، هنالك من يريد الذهاب مع الصدر، وهنالك وهم الأغلبية يريدون الالتحاق
طاهر، وهنالك من يريد اصلا اختيار المعارضه بمعزل عن الصدر والاطار. فاذا احنا عندنا مشاريع ورؤى مختلفه. السيد مقتدى الصدر رؤيته للمعارضه وللحكومه مختلفه، ولا يلتقي معها الكثيرون سواء كان في المستقلين او في الاطار. السيد مقتدى اعتقد انه حديث عن المعارضه مؤخرا كان واضح انه بمعزل عن المستقلين، يعني شفنا عده مواقف صدريه سواء كان السيد مقتدى او قيادات الكتله الصدريه كانوا يتحدثون عن خيبه املهم بالمستقلين، كانوا يتوقعون ان المستقلين كلهم المستقلين الشيعة اللي عددهم 40 كانوا يتوقعون او يطلب منهم ان يلتحقوا بالكتله الصدريه، يعني واحد ان يكون عددهم 40 وكلهم يختارون الالتحاق بفريق الحكومة ويمنع عليهم اختيار المعارضة. نعم. وهذا الأمر غير مقبول، لأن هنالك طيف مستقلين حدد موقفه مسبقا بالذهاب إلى المعارضة. أيضا السيد الصدر لم يقدم ضمانات بتمكين المعارضة، لأنه أساسا هو لا يقبل ولا يحتمل أن يذهب جزء من المستقلين. طيب. إلى المعارضة، هو كان يريد رقم 40 مو أقل، فبالتالي هنالك رؤى متعارضة خصوصا بين المستقلين نفسهم وبين اتجاه السيد مقتدى الصدر. طيب. السيد مقتدى الصدر يحتاج 40 مقعدا لإكمال الثلثين، وهذا غير متوفر وغير ممكن إليه، لأن جزء كبير من المستقلين فرز موقفه واختار المعارضة. فهذا هنالك نوع شاسع بين المشروعين، لا يمكن الحديث عن تقارب او عن إمكانية الانسجام. إذن هنالك تبقى الرؤيتين الشيعيتين الأساسيتين المطروحات على ارض الواقع، هي رؤية الإطار ورؤية التيار. طيب. أنا باعتقادي حتى بعيدا عن الإسقاطات الذاتية بعين مجردة وبعين موضوعية، أعتقد أنه الإطار قدم مبادرات كثيرة وعديدة إما للتيار وحتى والمستقلين، وهنالك هامش مرونة يعني تمتع بها. طيب. الإطار وقيادات الإطار ل إخراج البلد من حالة الانسداد. طيب. اسمح لي استاذ مازن، خلينا نقول استاذ ناظم. استاذ ناظم، لما تكون هنالك بنية التحالف الثلاثي إذا تتفق مع هذا الطرح أنها ليس على الحلوة والمرة، لما يذهب السيد الصدر إلى المعارضة، هل من المعقول أن الأطراف المتحالفة ضمن التحالف الثلاثي راح تؤيد هذا الطرح وتذهب معه إلى المعارضة، أم أن هنالك معادلات سياسية راح تتغير؟ وأيضا ماذا بشأن المستقلين في هذه المعادلات الجديدة؟ يعني صراحة أنا لو تسمح لي شوية أعقب على كلام الأستاذ مازن، يعني أولا المستقلين بعد دراستهم للمبادرات اللي صدرت من الإطار من التيار شافوا بها مدى مقبولية ومدى مصداقية من الطرفين، فماكو مبادرة تعلى على الثانية. الثانية بأنه كان تقييمه لمبادرة المستقلين يعني غير ناضجة وغير يعني ما بيها خارطة، أعتقد الأستاذ مقاري تفاصيلها أكثر. الموضوع إذا نروح على التحالف الثلاثي وموضوع المعارضة وموضوع الاصطفافات القادمة، موضوع التحالف الثلاثي أعتقد لحد الآن قوي وواضح، يعني لحد الآن ما بي تصدع في جهة معينة. وأعتقد مثل ما قلت لك أنا بداية الحديث أشرت بأنه الانفراجة القليلة راح تصير لأنه كل الأطراف عرفت مدى قوتها، لا راح ينضاف لها عضو جديد ولا راح ينسحب من عندها عضو جديد يعني حتى المستقلين صراحة مثل ما قال السيد نائب صلاح التميمي بأنه أكو ميول أو تقارب أو مو اصطفاف، وإنما ميول يعني تقارب للبرنامج اللي مطروح من الإطار، وأكو تقارب للمطروح من التيار، وأكو أخوان مستقلين المتجهين لحد الآن من المعارضة.
المبادرة اللي مو حضرتك أيضا يعني إحنا المعلومات اللي رشحت الإعلام بأنهم مستقلون راح يأخذون على عاتقهم إطلاق مبادرة أو يعني نخبة تفاوضية لتقريب وجهات النظر طبعا، وهذا معلومة حلي سيد ناس إحنا ما ملزمين أستاذي حبيبي راح أشكل الفكرة إحنا ما ملزمين بتقارب وجهات النظر. أعتقد المبادرة يعني ما تسلط عليها الضوء أكثر حتى يم حضرتك بأنه احنا عندنا خارطه الطريق ماشيين بها بقبولها او عدم قبولها من الاطراف. انا ما نزل اروح اسوي يعني تقارب وجهات نظر مع الاطراف الثانيه او اخلق مساحات او اروح للنظام التوافقي او يعني ترى ما كانت هيك المبادره. شلون صورتها استاذ نازل هذه المبادره؟ يعني كان عندك كلام بس ما وضح صوتك عفوا. لا انا اقول مبادره المستقلين لم تكن ناضجة بما فيه الكفاية، يعني كان واضح عليها العجلة عدم التأمل. أعتقد رأي شخصي القصة الجوهرية اللي افتكرت لها مبادرة المستقلين هي قصة حق المكون الأكبر الشيعي بتشكيل الحكومة وتكليف رئيس الوزراء. مبادرة المستقلين يعني مرت على موضوع مرور الكرام، هسه لأسباب خاصة بيناتهم ما أعرف، بس هو هذا جوهر الخلاف بين الكتلتين الشيعيتين الكبرتين. هذه قصة أنه تثبيت حق المكون الأكبر في هذا الموضوع. المستقلين للأسف تجاوزوا هذا الموضوع هسه لأسباب تخصهم وهنالك حساسيات ما أدري. طيب استاذ ناظم، يعني خلينا نذهب الى استاذ صلاح حتى يشاركنا بالحديث. يعني هسه هاي مبادره المستقبل، بس ارجو احترام الاوقات التوقيت بين المداخلات بالخدمه. استاذ ناظم، استاذ صلاح، يعني هذه المبادره لما اطلقتوها هو اغلب الاشارات تشير انه حتى المستقلين هم ميولهم الى الاطار الشيعي وهم من الشيعه، وبالتالي حتى المبادره اللي اطلقها الاطار الشيعي تقول بانه خلي تروح الحكومة إلهم ما طالعة من إيدينا. طيب مبادرتكم على شنو نصت؟ يعني إحنا أول شيء المجموع 46 نائب اشتركوا في كتابة هذه المبادرة، نعم، واتفقوا عليها وأعلنت إعلان رسمي للدائرة الإعلامية لمجلس النواب. وهذه المبادرة تتضمن مجموع نقاط. أولاً إحنا بعد أن طرحنا النقاط شرعنا بتشكيل وفد تفاوضي. نعم. لمن يأتي بالتفاوض؟ يعني احنا دعينا انه الكتل السياسية، والبارحة سألت هذا السؤال، ليش ما تفاوضتوا؟ قلنا احنا اول ما بدينا بالكتلة الأكبر بالتيار الصدري. طيب. والأخوة المكلفين بالتفاوض توجهوا لرئيس الكتلة أو نائبين لي بالكتلة من التيار الصدري، وقالوا لهم احنا ما نقدر نتفاوض بهاي الفترة، ما عندنا تفاوض بالفترة الحالية. طيب. ووقفنا ما تفاوضنا الى طرف اخر، يعني ننتظر انه هاي الكتله الافلام الشيعي ايش عجب ما يعني طرحتوا هذه المبادره؟ اعلن عن موقفه الاطار التنسيقي، اعلن عن موقفه انه مبادره النواب المستقلين قريبه من رؤيتنا، ويعني اكو واضحه الامور انهم قابلين بهذا الوضع مال المبادره. بقى احنا ننتظر. احنا اليوم بصراحه انت من تجي هسه اجينا احنا والاطار، نعم، واتفقنا نحتاج الى طرف اخر لتشكيل الثلاثيه. انت صراحه اليوم تحتاج الى 220 نائب. يعني 220 نائب يتفقون على رؤيه طيب لامضاء الحكومه. الاطراف اللي تحالفت ضمن الثلاثيه مع التيار الصدري، ليش ما غادرتوا ايضا وياهم؟ يعني احنا كنا ننتظر رد من عندهم، وانا البارحه اشرت انه تحالف سياده ما علق لا سلبا ولا ايجابا. ما اعرف هل انه اكتفى برد سماحه السيد مقتدى ام لهم راي اخر، ما اعرف. طيب استاذ ناظم، يعني هو اللون الجديد اللي تحدثت عنه هو اصبح يعني هسه نسميه بيضه القبان، نسميه هم اللي يمتلكون زمام المبادره بعد هذه الانسدادات، تمسك كل طرف بما لديه. طيب المستقبل هم لازم يلعبون هذا الدور التفاوضي، هل من المعقول في اولى الخطوات مع التيار الصدري تتوقف المفاوضات ومن ثم تتقهقر، ام ان هنالك تقدم على الاطراف الاخرى؟ استاذ الحبيب، انا مبدئيا حتى اهم حاب انوه النقطه، يعني ذكرت خلال مداخله السيد
الأستاذ مازن. نعم أستاذ مازن، موضوع المبادرة المستقلين حاليا لم تضحي بموضوع الاستحقاق الشيعي والكتلة الأكبر، لكن ما سمت هذا الاسم بالكتلة الأكبر، يعني ميزت بين أكو كتلة موالاة للمبادرة راح ينضم لها الأطراف اللي موجودين من خلال التباحث وياهم، من خلال التفاوض وياهم، وكتلة ثانية اسمها كتلة معارضة. يعني المبادرة كانت تحتوي على كتلة موالاة، ما تسمت منو منو، كتلة موالاة مقتنعة بهذه المبادرة، وكتلة تسمى معارضة مع حفاظها مثل ما ذكر السيد نائب صلاح بأنه تمكن هذه المعارضة من خلال الأطر الدستورية. بالنسبة للجنة التفاوضية اللي صراحة بأنه السادة النواب تم اختيارهم ليمثلون كل أطياف المستقلين، ما متوقفين لحد الآن، وأنا أعرف يعني بالتواصل يومي عندهم مبادرات وعندهم تفاوض مع الأطراف على المستوى الكردي، ينسقون على تنسيق مع مبادرة اللي انطلقت من الجانب الكردي حاليا، والتنسيق مع الأطراف الأخرى في المكون السلمي، لكن مو معناها بأنه ماتت المبادرة في حين الإطار، لأنه التيار الصدري حاليا عنده فترة بأنه أنطى فرصة أو فترة ثانية اللي هي عمرها شهر، لكن اللجنة التفاضلية الموجودة على اتصال معهم وماشيين مع كل الأطراف. طيب أستاذ مازن، يعني استمعت لما تفضل به السادة النواب، يعني مخاوف توقف عجلة التفاهمات بين المستقلين والأطراف الأخرى في الإطار أو الثلاثي بعد خروج السيد الصدر واتخاذ موقف المعارضة، راح هذا الموقف الأخير يؤثر على مسير التفاوضات؟ يعني بالتأكيد غياب كتلة سياسية وازنة وصاحب الثقل أكيد تأثر، يعني خصوصا مع تمسك الطرف الآخر الإطار التنسيقي بالحدود الدنيا من التوافق الشيقي، يعني هنالك إصرار إطاري على ضرورة التفاهم بين الجانبين فيما يتعلق بضمان حق الكتلة الاجتماعية أو المكون الاجتماعي بتكليف رئيس الوزراء. هذا الأمر بالنسبة للإطار أمر جوهري، غياب أو تراجع أو عدم تفاعل السيد الصدر وكتلته أكيد يأثر على الوضع. طيب. يعني هذا الغياب أو الخروج عن المسار لتشكيل الحكومة والذهاب إلى المعارضة لمدة شهر وصفه السيد الزيني بأنه نواب الكتلة الصدرية يقولون أنه بهذه الفترة الحالية ما راح نتفاوض، طيب هل هذا مؤشر بأنه ملزمين بفترة زمنية بعد مرور شهر ممكن أن يكون هنالك طاولة مفاوضات؟ أنا أعتقد يعني عندي رأي واضح ومعروف بخصوص الفترات الزمنية والمهل الزمني اللي أعطاها سيد مقتدى. أنا أعتقد والكثيرين يعتقدون أن المهل التي يمنحها سيد مقتدى هي ناتجة من أزمات انسداد يعاني بها مشروع سيد مقتدى الصدر بشكل واضح، يعني مع المستقلين، مع الإطار، مع الفرقاء الآخرين، هنالك انسداد وهنالك تلكؤ في مشروع التحالف الثلاثي يضطر معه السيد مقتدى الصدر باعتباره هو قاطرة هذا التحالف إلى إعلان مهلة، إلى إعلان فترة الآخرين غير ملزمين بهذا الموضوع. طيب. بالتالي الإطار أيضا ما قاعد يساكت ومخلي رجل على رجل، وأنه ما يتفاهم، عنده خطوط حوار وعنده خطوط تفاهم. طيب. مع الكل على مستوى عالي من الحراك حتى من ذهب إلى خانة المعارضة، يعني تشكيل الحكومة راح يطول في هذه الفترة تتوقع أم أن هذه المسارات راح تولد لنا سرعة في تشكيل الحكومة؟ احنا نأمل أنه ما يطول، يعني تعرف هاي معاناة شعب والناس كلها تنظر اليوم للعملية السياسية على نسبة نجاحها أو فشلها، فنأمل أنه قريبا إن شاء الله يكون حكم. احنا نستمر ما دام معاناة الشعب هذا الموضوع، خلينا نفتح موضوع الموازنة وإعدادها وإقرارها، تابعوا معنا مشاهدي الأحبة في الملف الآخر. توقعات بتأخر إقرار الموازنة العامة حتى نهاية السنة الحالية وسط تساؤلات عن تأثير هذا التأخير على الوضع الاقتصادي للبلاد.
من جديد حياكم الله. سرعان ما انعكست الآثار السلبية لتأخر إقرار الموازنة على الوضع الاقتصادي اللي بات يتمثل بالركود والكساد. فتأخر إقرار الموازنة العامة على خلفية عدم تشكيل الحكومة المرتقبة بسبب عدم التوافقات السياسية، شوف خبراء في الشأن الاقتصادي أمر يعقد عملية تشريع القوانين المتعلقة بالموازنة الاتحادية. إذن مشاهدينا الأحبة، في مراقبة ومتابعة هذه التداعيات راح نفتح هذا الملف مع ضيوف الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. في الوقت الذي كان من المفترض أن يجري التحضير حاليا لإعداد موازنة 2023، ما يزال إقرار مثيلتها للعام الحالي غائبا، فتعطل إقرار قانونها نتيجة غياب التوافقات المؤدية إلى استكمال تشكيل الحكومة ألقى بتأثيراته على السوق التجارية التي تعيش حاليا كسادا وارتفاعا في مستويات التضخم نتيجة اعتمادها على النفقات الجارية وفق نظام الإدارة المالية. وصل الحال بالتأثير على خطط التنمية الموضوعة. هناك مشاريع استثمارية متوقفة لأنه مستحقات المقاولين، التبعات الأخرى، الاستيرادات المتعلقة بهذه المشاريع، فكلها متوقفة على الموازنة. لكن أي بإمكان الحكومة العمل بقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 19 اللي سمح لها أن تقترض من وزارة المالية بما لا يتجاوز 5% من نفقاتها في العام الماضي. ومع انقضاء نصف السنة المالية للبلاد، يتحدث خبراء عن الصعوبة البالغة في تشريع قانون الموازنة الاتحادي، ويذهبون بخيار الموازنة نصف السنوية لتلافي أي أضرار محتملة لهذا التأخير، خاصة مع المتغيرات العالمية التي يجب أن تتماشى معها القوانين الاقتصادية، بما يسهم في تحريك السوق ودوران عجلة الاستثمارات الأجنبية. إقرار قانون موازنة 22 أصبح من المستحيل في الوقت الحاضر، لأن الآن إحنا دخلنا في موازنة 23، إعداد موازنة 23، ولا يوجد قدرة للبرلمان العراقي، ليس لديه قدرة على مناقشة موازنتين. لكن اليوم نحن بحاجة إلى موازنة مصغرة لمواجهة التغيرات الحاصلة في المنطقة أو في العالم. هناك أسعار تغيرت اليوم، السوق العراقية شبه مشلولة بسبب عدم وجود ضخ أو عدم وجود سيولة نقدية كافية لتحريك السوق العراقي. ومع أن نص مسودة الموازنة ما زالت تدور خارج إطارها الدستوري، يرى خبراء قانونيون أمكانية أرسال حكومة تصريف الأعمال لقانونها إلى مجلس النواب، باعتبار أن ضرورة القصوى تقتضي تشريعه لارتباطه بقوت الناس ولقمة العيش، عبر منح البرلمان الحكومة الحالية تفويضا خاصا وبالأغلبية المطلقة لعدد نوابه شريطة اعتماده الحسابات الختامية لموازنة العام السابق. علي حبيب، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وأجد ترحاب بضيوفي على كارم السيد النائب صلاح الزين، حياك الله مجددا أستاذ صلاح، والأستاذ ناظم الشبلي، وكذلك الأستاذ مازن الزهيد الكاتب والصحفي. أستاذ صلاح الزين، يتحدث عن رؤية حضرتك للوضع الاقتصادي للبلاد من حيث الركود الكساد الاقتصادي في ظل تأخر إقرار الموازنة، كيف تنظر إليه؟ يعني أكو مواضيع أحب أتطرق لها، ولو اليوم ما حبيت انه يكون زميلي واخي نستثنى وجود استاذ ناظم حتى باللجنه الماليه قاعد ويانا بالاستديو على نفس الموضوع. مهاجم مواليد الاستقلال، انا ما حبيت انه جديد حتى المستقلين يشتغل بلون جديد ايضا. نحكي باستقلاليه، قال اعلامي جديد. لا انا احكي بموضوع بصراحه، انه موضوع الحاجه موجوده، واليوم الناس تراقب والناس انتخبت و تنتظر الحكومة لتمرير موازنة، وهذا ما صار مع الأسف، وصار فترة طويلة ومرينا بأزمات، وأزمة الغذاء مو وحدها أزمة بصراحة، يعني عندنا أزمة مياه، عندنا أزمة ما موجود تصحر، وهاي الأضرب اللي تشوفه كذا، والله أعلم شنو المخفي اللي ممكن أنه نلاقيه بالفترة الجاية. بس إحنا بفضل الله أنه اليوم صار تغيير، وعندنا اموال ميزانيه اقدر اقول تجاريه وفره ماليه، انه صعود اسعار النفط مع ذلك ذهبت القانون امن الغذاء مقيده. اذا تسمح لي انه اليوم احنا اكو ديون هوايه مترتبه على البلد، وهاي الديون عليها فوائد، احنا من باب اولى اليوم نجدول هاي الديون ونعمل بآليه شلون نتخلص منها، لانها تراكمات فوائد عليها. نجي على قانون الامن الغذائي، يعني قانون الأخوة باللجنة المالية طبعاً
هوايدة يتعبون انه بإعداد فقراته وتفاصيله وكذا، بس الحكي مو هنا. احنا نجي على اصل القانون، يعني انه تشرع هذا القانون وتم الطعن به من قبل المحكمة الاتحادية، ونجي على اصل الشيء. احنا اصل اليوم الشيء اكو موازن، اصل الشيء مواطن انت موازن. خلي اسلسل لك اللي اريد اوصل لك اياه ولجمهورك الكريم، وبصراحه خلي الناس تكون على اطلاع بينا من الموضوع اللي دا احكي بيه. انه احنا هاي مساله التخويف والتهويل للناس انه احنا راح يصير جوع، راح يصير كذا، ماكو ماكو ماكو، ما لها صحه. الدليل انه اليوم احنا عندنا اموال تكفي لشراء اكثر من 2,000,000 طن حنطه قمح بسعر اليوم. هذا واحد 800، وهذا خارج يعني ايه، خارج عن الامن الغذائي اللي بنعده اليوم. هذا واحد. المساله الثانيه انه انا اذا احتاج اموال اضيف للبطاقه التموينيه، واضفنا لتنميه الاقاليم، قسموا هاي الاموال من باب اولى. المفروض اذا لي صلاحيه تشريع قانون من باب اولى اني اقر الموازنه، لان هذه اموال أنا دا أصرفها ما بيها جدوى. اليوم إحنا الناس تظاهرات يومية في كل مكان، خريجين وعاطلين والمهن الأخرى. إذا ماكو موازنة، إذا ماكو موازنة ماكو تعيين. فأني أصرف هذه الأموال الطائلة، وأني ما مهيئ بجدوى وياها تعيينات للناس، تعديل مثل ما يطالبون هواية من العقود المؤقته يريدون تحويلها المحاضرين. راح تجون هذه المحاضرين، هذا ما الى احنا بنطالب، ما الى وجود اليوم بهذه المبالغ. طيب، فاحنا بنطالب انه يا ريت انه يكون اقرار مشروع موازنه متكامل مدروس وتتضمن كل هاي الفقرات، حلول. طيب، حلول للناس. نعم، للمجتمع. نعم، اذا تسمح لي بس دقيقه من وقتك. نعم، اخذ انه هذه الحلول اليوم راح نصطدم بشيء تحليلي يعني طبعا شخصيا، انه احنا اليوم نشرع هذا القانون وهنا اكو فقره خلافيه. يعني اليوم المحكمه الاتحاديه هاي مشكله طبعا مو سهله، راح نصطدم بموضوع. اليوم احنا نواب وكليتنا اقسمنا انه ما نخالف الدستور والقوانين. طيب، هذا قسم يعني يمين، كل النواب قسموا في هذا القسم. زين، اليوم اني اكو شيء يمنعني انه اكو هذه مخالفه دستوريه وفسرت المحكمه هذا التفسير. اليوم اجي اني بمجلس النواب المفروض هسه بالجديد، اني اعد مشروع قانون مقترح ارسله للحكومه، والحكومه توافق عليه وتدزه لمجلس النواب للتصويت. طيب، الحكومه صدرت موافقه المحكمه، مجلس النواب يناقش هذا الموضوع، كمل المفروض ندزه للحكومه. يعني أعطيك شيء قانوني، المجرى القانوني. طيب، المجرى القانوني لكل مشروع قانون بجنبه مالية، يعني ننتبه لازم على هاي الفقرة. مشروع قانون بجنبه مالية آليته هاي، أنه اليوم أنا أقترح. نعم، وأرسل للحكومة. طيب، حكومة توافق ومن ثم ترسل لمجلس النواب يصوتون قرار، صوت مجلس النواب. طيب، يكون ماضي. إذا عندي أنا هاي القابلية خم باب أولى. نعم، أدرج الموازنة بأكملها بمشروع قانون. هذا سؤال أصوت عليها بهذه. إذن سماكو داعي أسئلة، يعني كنا أتمنى أستاذ مازن أنه اليوم 24/5 لجنتكم المالية تبدأ بالتهيئة لموازنة 2023، بينما إحنا 2022 تجاوزناها وتدور في أروقة اللجنة المالية ومجلس النواب عموما بعد أن تمت القراءة الأولى لقانون الأمن الغذائي. بالتالي حد الآن موازنة ماكو. يعني الكلام موجه لي. نعم، تفضل سامي. الله يحفظك استاذ ناظم. استاذي، انا يعني وجهه نظر الصراحه، ومثل ما قال الشيخ صلاح بانه احنا نحكي باستقلاليه، لا نحيد لطرف ولا ندعم طرف. انا اللي اشوفه وجهه نظر ودافع عنها دائما. الاولى، هذا الانسداد السياسي اللي موجود حاليا مستحيل تمرر به موازنه، هذا بحكم سياسة. الثانية، احنا ذاهبين لتشكيل حكومة جديدة ولرئيس وزراء جديد ولكابينة وزارية جديدة. ما ممكن كابينة وزارية جديدة وبرنامج حكومي جديد يشتغل على موازنة عادتها مو الحكومة اللي موجودة. فهو اصل الخلل اللي صار هو التأخر بتشكيل الحكومة. كل هاي
نتائج وسلبيات. بالمقابل عندي موظفين يتساءلون عن رواتبهم راح تنقص، خصوصا ان الحكومه لو تسمح حكومه تصريف الاعمال اليوميه هي اجتي وقالت ترى راتب هالشهر موجود، راتب شهر الجاي ماكو. لا هذا سالفه، هذا لا ما تصدق الشيء هذا في وقت الشيخ صلاح يقول لك انه يعني خلينا نطمن الناس، ويقول لك ماكو لا ازمه ولا شيء ونقدر نشتري بالوفره الماليه. هذا في وقت، انا حتى اقول لك ضمن الاسباب اللي ما راح يعني تاخرت في اقرار الموازنه بانه حكومه جديده ما تشتغل على حكومه سابقه. طيب الثانيه اكثر معلومه كنت اعرفها بانه موازنه العراق بها لا يقل عن 78 تريليون تشغيلية، هل ما ممكن المساس بها الرواتب وكذا؟ نعم. لا واحد يخوف ولا، وحتى بيخوف كلامه ما راح ينسمع، لأنه 78 تريليون تشغيلية القانون الإدارة المالية ضامنها وتسير بوجود الموازنة وبعدم وجودها. لكن إحنا ما بعد 78 تريليون اللي هي باتجاه التنمية أو الاستثمارية يسموها، لأنه العراق في 21 صار 102 تريليون تقريبا، 78 مثل ما ذكرت لك بأنها تشغيلية وما بعدها باتجاه الاستثمارية. هذا حاليا هسه احنا قانون الأمن الغذائي يشبه التعامل مع الجزء الاستثماري بالموازنة السابقة، الموضوع التشغيلي ماشي وموضوع الرواتب ما ممكن واحد يتطرق لها ولا ممكن، وخاصة بوجود الوفرة المالية. الوفرة المالية بنسبة تقليل نسبة الصرف بنسبة 1-12، زيادة سعر النفط، زيادة إنتاج النفط، زيادة أسعار الصرف الدولار، فكلها أضافت وفرة مالية، ما ممكن واحد يوصل لمساس بهذه القضايا. لكن إحنا نروح خلينا نكون صريحين، وأنتم قاعد تشوف التقارير العالمية اللي موجودة ومدى خطورة الوضع الغذائي والاقتصاد، وأوروبا في خطر والدول المجاورة كذا لها خزين استراتيجي. أنا أذكر لك حالة قبل يعني فترة صارت قبل تصدير موسم الحنطة هذا اللي موجود الموسم الشتوي، يعني وصلت مرحلة بأنه خزين استراتيجي في العراق ما يعني ما موجود من الحنطة لا يقل يعني لا يزيد عن تكفية أقل من شهر. العراق بحكم الأرقام يحتاج 5 مليون طن سنويا من الحنطة. المحصول الشتوي السنة الكل يعرف، إحنا ناس مزارعين ونعرف، ما راح يرتقي ولا يوصل إلى أكثر من 2 مليون أو أقل بمليونين طن بشوية من المحصول المحلي. معناها الدولة تحتاج لا يقل ذن المليونين طن، لازم توفر مبالغ لهم بهذا القانون، وتوفر مبالغ 3 مليون طن استيراد حتى توصل للعتبة اللي موجودة اللي يحتاجها الشعب. هاي الفقرة، وإذا تحب أذكر لك شو النواقص اللي موجودة بمفردات البطاقة بالمجمل، يعني بالمجمل يعني احنا محتاجين بالحنطة لمستحقات الفلاحين السنوات السابقة، محتاجين الحنطة والموسم الشتوي هذا اللي موجود دفع مستحقاته، محتاجين لا يقل عن 3 مليون طن من الحنطة استيراد خارجي، محتاجين مفردات البطاقة التموينية بوجود وزارة المالية ووزارة التجارة مولت كل نسبة الصرف اللي موجودة 1-12، كل مبالغها لا تزيد عن تغطية 4 أشهر اللي ماضية. يعني حاليا التجارة ما عندها مخصصات حتى تكمل السنة ولا عندها مخصصات حتى أضيف. هذا بخصوص التجارة. أنا أحكي لك غباء. نعم. أنا أحكي لك غباء. وزارة المالية سيادة النائب. نعم. أستاذ مازن، يعني خلينا نجي على وزارة المالية، لما ذكرت بأنها أنجزت الموازنة في وقت سابق لكنها ما تزال بإدراج اللجنة السباعية الحكومية بانتظار تشكيل حكومة الجديدة، بالتالي تبين رؤيتها الاقتصادية قبل إرسالها إلى البرلمان. كيف تعقب على الموازنة 2022 ونحن مستحقين 23، ولا زال البرلمان متمسك بأنه لا موازنة ما لم تشكل حكومة؟ يعني هو كان المفروض على الحكومة، يعني قصرت بهذا الموضوع، كان المفروض تقدم الموازنة يعني من العام الماضي، يعني قبل نهاية العمل الدورة البرلمانية السابقة. هذا واحد. ثانيا هذا يعكس أنه فشل واستشراف الفريق الحاكم للأزمة السياسية اللي بعد الناتجة عن الانتخابات. هذا اثنين. وأكو هنالك يعني سيناريو ثالث، أنه هذه الحكومة كانت تخطط للاستمرار، فلذلك هي كانت تعمل على إعداد الموازنة. كان هنالك لدى الفريق الحاكم والقوة السياسية التي تدعمه نية
للالتفاف على الانسداد السياسي بإبقاء الحكومة كاملة الصلاحيات بموازنة قد تكون لاستمرار العمل. المتغير اللي حدث أن المحكمة الاتحادية أجهضت هذا المشروع، يعني إجابة على كلامك إعداد الموازنة كان أعتقد هي كان الخطة باء للالتفاف على الانسداد السياسي، لكن تم إجهاضه من قبل قرار المحكمة الاتحادية الذي حدد صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، منع تمرير يعني قانون الأمن الغذائي، وأعتقد حتى المسعى الذي يدور حاليا في البرلمان بعد إعادة الكرة على تشريع هذا القانون أيضا سيتم إجهاضه لسبب بسيط، وأن القانون يتضمن التزامات مالية، وأن الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال حتى لو تم إقرار القانون ليس باستطاعتها الإنفاق على ضوء القانون هذا، حتى لو تم يعني حتى لو تنزلنا وقلنا بإمكانية التمرير هذا، فالحكومة الحالية غير قادرة قانونيا على الإنفاق، فهنا أيضا معضلة حقيقية. الأطراف المعارضة لهذا القانون تتحدث عن استعدادها وتقدم يعني حلول لتأمين ما يتعلق بالأمن الغذائي، ما يتعلق بشراء الحنطة والحبوب والمفردات البطاقة التموينية ودفع استحقاقات الفلاحين، هنالك أبواب صرف وهنالك حلول متاحة بعيدا عن الصياغات يعني مشاريع القوانين التي تحمل في طياتها أبواب فساد وتبديد للثروة وإهدار للوفرة المالية. هنالك قانون الإدارة المالية اللي يمنح الإنفاق وفق مبدأ 1 على 12، هنالك مبدأ السلف، هنالك المناقلات، هنالك العديد من الحلول التي بالإمكان هم توفير الأمن الغذائي وهم حماية الوفرة المالية من تبديل. ولكن ربما كل هذا ما يحل المشاكل اللي أشار لها سيد صلاح الزيني، أنه أكو تعيينات متظاهرين مخرجين يطالبون بالتعيين. إذا الحكومة تعين وإذا الحكومة تنفق يعني تسوي مشاريع جديدة وتسوي اتفاقات دولية، يعني هاي ما صارت حكومة تصريف أعمال. يعني ماذا تبقي للحكومة القادمة؟ نرجع الحكومة القادمة هل لديها رؤية اقتصادية، رؤية نموية، رؤية في كافة المجالات؟ إذا نخلي هذه الحكومة تأسس أساس وتلزم الحكومة القادمة، يعني راح نحمل فشل لحكومة قادمة. احنا ايضا متابعة لهذا الموضوع اجرينا استطلاع لآراء متابعي موقع قناة الأيام الفضائية، وسألناهم هل سيطول إقرار الموازنة كثيرا حتى نهاية العام الحالي في ظل تأخر تشكيلة الحكومة المرتقبة. 67% قالوا نعم سيطول، و 26% قالوا كلا، و 5% تحفظوا على الإجابة. الأستاذ صلاح الزيني النائب المستقل، شكرا جزيلا لهذه الإثراءات معنا، شكرا جزيلا لحضورك معنا. أسألكم ملاحظة إذا أمكن، يعني تفضل أستاذ ناظم. بثواني نعم. يعني إحنا تعقيبا على الكلام اللي موجود، أحب أطمئن شعبنا الكريم جمهوركم أنه في حال عدم تمرير هذا القانون بجنبه قانوني، يعني يعترض مع قرار المحكمة الاتحادية، هنالك باب آخر اللي هو عندنا كثير من المشاريع المتلكئة معدلها ميزانيات كبيرة جدا بالوزارات، ممكن أن يكون بالتنسيق مع وزير المالية مناقلة لهذه جزء من هذه الأموال لسد النقص للمواد الغذائية. أذن أنت ضد فكرة تمرير قانون الأمن الغذائي؟ لا أنا مو ضد فكرة، أنا أحكي من جنبه قانونيا. أنه هذا الموضوع ممكن أنه يرد، وإذا رد هذا أكو بديل عنه إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا مرة أخرى أستاذ صلاح الزيني النائب المستقل، وأشكر كثير لحضرتك أستاذ ناظم الشبلي عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ضيفا كريما، والأستاذ مازن الزيدي الكاتب الصحفي. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.